أخيرا تصل الطابق 86 الارتفاع الكلي للبرج تقريبا، ظل فيه شيء بسيط اللي هو تقدر تخيله لنفسك. احنا الآن على موازاة هذاك البرج، يعني بيمشي عليه بيمشي عليه تقريبا، لسه فيه بضل عندك الرنجات اللي فوق هاي السبايك. هذاك البرج اللي حكيت عنه اللي راح يكون ثاني أعلى برج في العالم. المسابح اللي حكيت عنها بتبلش تبين من هون، اللي هي بتكون على أعلى ناطحات السحاب أو على أعلى الأبراج. تأخذ إطلالة كاملة على مدينة كوالالمبور. لأجل الصدفة المهندس اللي كان مسؤول عن البناء موجود الآن في البرج. Yes. And your position was? Construction manager. He is the construction manager. So proud of this, right? Yeah, of course. Where are you from? I'm from Jordan. Jordan? Yeah. Oh, Petra. Petra. You've been there? I still haven't been there, but yes. I invited you there. Yeah. I had a lot of I hope. أقول له أنت فخور في هذا العمل؟ بيقول يعني. كل شخص مراكبي شو بيحب الدنيا. يعني أنا كابن قرية هاي المشاهد والمناظر بتضلها تشدني. لا أخفيك يعني. كل ما تعمقت في الموضوع أكثر، يعني كل ما بحثت في التفاصيل، في كيفية البناء، في كيفية تصميم، التعقيدات، التحديات الهندسية، بتتفاجأ أكثر وبتندهش أكثر من أنه في إمكانية للإنسان يبني أبراج بارتفاعاتها أعلى. طبعاً هو رقمه 20 على العالم هذا البرج أو واهم. بقول لك كمان أنه البلد فيها فساد، والفساد هذا هو السبب في تأخر نموها أصلاً، يعني في تأخر اتخاذ الحيز تبعها الحقيقي اقتصادياً. لكن الفساد والترهل الإداري لا تبطئ شوي في النمو، يعني نموها أبطأ مما يجب أن يكون عليه. ذكرت أنه البلد فيها مجال الاستثمار، في ناس بيسألني كيف، شو يعني استثمار؟ يا سيدي على أبسط مثال، إذا في إمكانية مادية، يعني أنا بحكي على استثمار متوسط الحجم، أوتوماتيكيا أنت بتفوت لحالك، أنت بتختار شو بدك تعمل، أحجام مختلفة من 10 كيلو، طبعاً ممكن تبدأ تجيب من 6 كيلو طالع، بس هم حاطين من 10 كيلو لغاية 28 كيلو. هاي النشافة هون، فيندنج ماشين تبيع اللي هو الباودر تبع الغسيل، بتقدر تحطها، أو إذا جنبك دكان بيسلك الموضوع، زي هيك مشروع، يعني أنا بعتبر زي هيك مشاريع باسيف إنكم. بقرة حلو، فاتح 24 ساعة في وش الموظف. إذا صار إشي هاي الأجهزة بتبعث تقرير لصاحبها. في ماليزيا لازم تجرب الأكل الصيني لأنه فرصة بيكون حلال، يعني بس اسأل إنه حلال أو لا. أنا كنت بدي أخذ رجلين الدجاج اللي هي الشيكن فيد، ولكن سألته حلال قال لي لا، فأخذنا بط مع هذا النودلز والصوص والرز زي هيك. الموضوع مش سهل نهائيا. هذا بيك تكون رز يعني وقع هيك. والله ما انا عارف شغله تبدو اسهل مما هي عليه، يعني هيك صار في مكان من الواحد. شغله بدك تتعلم يعني. هذا انا البط بد ما يطبخوه ظل قاسي بس طيب والله. بعد شوية ممارسة خلص صورة ياباني امسك طريقة او اخرى تدبر امورك و بتشلفط وشلفطة خلص. يعني اذا بدي اقعد اطلع واحدة واحدة مش راح اخلص اليوم. الطريقة هاي اكتبت على اصبعين الصغار اقول لك. بيلومونا في حب القهوة رسامين محترفين زي هيك رسومات مباشرة. رسومات
يعني شغل مضروب عليه. جميل والله. في ناس بعرفهم لو يجي هون بخطر باله فكرة، بس أنا ما خطرتش في بالي صراحة، مش مستعد أدفع فيها يعني. أتوقع وصلت يعني، لأن هذا برسم من الرؤساء والزعماء، بس أنا مش مستعد أدفع بالفكرة اللي ممكن تخطر لبعض ناس بعرفهم لو يجوا هون. يا الناس فيما يعشقون المذاهب. فين تحقق؟ طبعا أنا لأجل الصدق والحظ المواصلات العامة الباصات والمترو لمدة شهر أثناء وجودي مجانية. جيت على كوالالمبور أو أنت مقيم في كوالالمبور لازم إثمار. الموضوع مش موضوع أكل، موضوع إنه الشارع فيه مطاعم عربية ما شاء الله، الله يرزقهم ويفتح عليهم، شغالين وعاملين يعني هاي في أسماء هناك، إيراني عربي مصري سوري يمني أجرني إذا نسيت أي جنسية، لكن كلهم عرب، كله يعني بالنهاية كلمة عرب تشمل الجميع. القصد إنه هذا يسمى شارع العرب هون في المنطقة هاي. قال لي روح على تايم سكوير، بعرفش إذا كان يقصد هذا الموقع ولا في تايم سكوير غير هذا الموقع، راح أبحث وأشوف. بس بشكل عام موقع جميل بيستحق الزيارة. حي يعني في حياة، تشعر بالحياة. قبل بتكيف لما يمر المشاهد منظرهم حلو بيكون. أنا بحب الأزمات هاي الحيوية، مش الأزمة اللي هي عبط عندنا بتكون، لا أزمة حيوية يعني كل واحد عارف حاله وين رايح وماشي بالاتجاه. طبعا تكبس على الكبسة هاي هون، في واحد أكيد كابس قبلي أو بفتح الشارع. جميل يعني بين 4-5 ليرات 6-7 دولار يسلي في الحال، مكيف المفروض، بس لسه لا أي شغلة الساعة الآن تقريبا 7 وربع. this one anyone will take فطور، قاعد بنحكي فطور، دجاج صينية، نظام صينية يعني، بيض وسمك، كاري وسمك مش عارف ايش. الآن بتحاول تستصلح لك فطور يعني بشكل أو بآخر. هذا الإجروتي، إجروتي زي هيك تعمل، تفرد العجين، تفرد البيض على الجريل وتحمصه تحميص، المفروض يكون زي كده. ولكن أنا بقصد هم يعني هم ما شاء الله، الله يتمم عليهم صحتهم، بصبح لهم نفس فطور الأشياء هذا. KLCC كويريام اللي هي متحف الحياة المائية أو الأسماك بشكل عام. مسار لطيف في الغابة في الجزيرة، يعني هي أشبه بالمنتجع عاملينها مهيئينها بشكل كامل. تقريبا طرف الجزيرة يعني قطعنا تقريبا
600 متر الآن في منتصف الجزيرة في بحيرة أو امتداد البحر مش عارف هسه بعرف. القرد تهاوش مع الرجل فضربه. طبعا ممنوع تضرب القرد اللي هي الفعاليات كلها فيها. تقدر تركب هاي، تقدر تسبح مع الرجل هذا بالآلات هاي مش عارف كيف تعمل. هسه نشوف. انا بجازكي وبجازكي. تاخذ قارب بتجدف اذا بدك، تيجي بتسبح هون اذا بدك. هاي طبعا طواشات، يعني ما فيها طواشات فوق المي، مليانه هواء بلاستيكيه او فيبر، وبتطوش على وجه المي بالشكل هذا. في ناس بياخذ قارب بجدف، يعني شكليات رومانتيكيه، ولكن انت بتكون مدرك تماما انك على جنه او في جنه من جنات الله في الارض. يا اخي شيء خرافي، شيء يعني. وهذا انا طبعا تبريز السماء للفائلات. هاي السيدة الحامل، الله ينفعها بالسلامة. اجزيها مين؟ والله صحيح تبدو زي السيدة الحامل. موقع هو الأطفال أهلهم أهلهم لقينهم لقيه شكلهم رامينهم بهال. واو. وهي اندور يعني مغلقة شغالة على مدار السنة، لا مطر ولا إشي بوقفها ولا حرارة، أجواء مكيفة عائلية لطيفة جدا. والله شيء مبهج، يعني شيء يدعو للبهج والسرور.